تحقيقاً للهدف الأسمى في إعداد جيل واعي من الشباب يتسم بمبادئ أهل البيت عليهم السلام وقيمهم. وبمناسبة ذكرى عيد الغدير الأغر، نظمت العتبة العباسية المقدسة حفلاً مركزياً لتخرج طلبة الجامعات العراقية تحت شعار من أرض كربلاء يثمر العطاء، وسط أجواء ومراسيم خاصة تحت قبة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. أجرت العتبة العباسية المقدسة اليوم حفلاً مركزياً لتخرج طلبة الجامعات العراقية من شمال العراق إلى جنوبه في أجواء سادها الفرح وسادتها البهجة والسرور للطلبة الخريجين، إذ لم يعني يتم إجراء مثل هذا الحفل في أي مؤسسة أو من قبل أي جامعة في السنوات السابقة. كانت الحفلات التخرج ولا تزال في أغلبها غير منضبطة من ناحية الضوابط الشرعية. هنا الحفل كان وفق الضوابط والتعاليم الدينية السمحاء، وكذلك وفق الأعراف الاجتماعية تم الاحتفاء بنخبة طيبة من الطلبة، يعني تجاوز عددهم 1400 طالب من مختلف الجامعات العراقية، أكثر من 29 جامعة عراقية حضروا إلى كربلاء على مدى 3 أيام. تضمن هذا البرنامج زيارة عدد من مشاريع العتبة العباسية وأداء قسم التخرج في ضريح المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. مشاركون بيّنوا أن هذه المبادرة تسهم في ربط المجتمع العراقي بشباب أقوياء يستمدون علمهم ومعرفتهم على وفق القيم والمبادئ التي جاء بها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، فضلا عن أنها تقنن من المظاهر التي تعكس صورة سلبية عن الشباب العراقي خلال إقامة حفلات التخرج، والتي غالبا ما يصاحبها مراسيم وأجواء غير لائقة في بعض الجامعات، فيما أكد آخرون على ضرورة إقامة هذه المناسبات بطريقة تعكس الصورة المشرقة للطالب الجامعي. اليوم العتبة العباسية تثبت أنها تدعم روح الأخوة والتعاون بين مكونات المجتمع العراقي من الشمال حتى الجنوب، وبهذا التجمع الذي يوجد فيه أكثر من طائفة وأكثر من قومية تنبذ التفريق والتمييز بين مكونات الشعب العراقي. احتفال في مكان مطهر، في مكان مقدس، محافظة كربلاء، حيث مقامين الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام. احتفالية تليق بطلبة جامعات العراق بعيدا عن الأجواء الغنائية والصور الغير لائقة التي نراها اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بالبداية الحمد لله والشكر أنه اكتسبنا فخر وشرف أنه نجي بهذا حفل التخرج مالتنا يكون في ضريح الإمام الحسين عليه السلام وقيام بالفضل العباس. طبعا الحفل كان كلش حلو وكان منظم بطريقة نشكر بها الجهود العتبة العباسية المقدسة والموظفين العاملين بها.